نبلش بالحلو. عنا اتصال. ألو. ألو. مرحبا. ألو. معاذ وليد. إيه؟ شعر. معاذ. معاذ، أهلا يا معاذ. الحمد. كيفك؟ الحمد لله. تحب تشارك بالمسابقة؟ آه. شو الجواب؟ زعفران. زعفران، شكرا. طيب احنا ممكن الحلو ده يتعمل في حاجه ازاز او في بايركس او في اللي بيتفتح من الجناب، يعني كل واحد براحته يعمل في اللي هو عايزه، فاحنا هنعمله النهارده في ده. اوكي، هو حلو سهل خالص، ممكن تفتح لنا دول؟ طبعا. سهل جدا وطعمه كتير لطيف لذيذ. يعني احط لك اياهم هون شيف في الطبق الاخضر. لا لا هنا هنعمل اوكي خلاص. هنحط الجبنه المفروض هنعمل فيها، وهنحط القشطه، القشطه اللي هي العلب. اوكي، وهنحط السكر. عندنا كمان اتصال. الو. هلو. مرحبا. الو. الو مرحبا. اهلا، ممكن شارك؟ تفضلي، مين معنا؟ معك سمر من مادبة. اهلا سمر. بشكركم على هالبرنامج الحلو. شكرا لك. والحلقات الحلوه، وبدي اسال 6 سؤال لو سمحت. تفضلي اموري. الله يسلمك. بدي اسالك عن الجبنه المستخدمه في عجينه البيتزا بنعملها. احسن شيء يعني شو بنستخدم؟ بصي، هو يعني طبعا بدل بيتزا يبقى جبنه موتزاريلا، بس انا دايما بحب اخلط معاها شويه من النوع تاني زي الشيدر مثلا او الجودة، بتدي شويه. هي الموتزاريلا حلوه وبتدي مطه، بس هي ملهاش نكهه. تظبط يعني نخلطهم؟ يعني يعني لو انا بحب دايما احط نص موتزاريلا ونص شيدر او نوع تاني يكون طعمه باين يعني. شكرا حبيبتي. واحنا ان شاء الله برضو قبل رمضان هنعمل حلقه بيتزا عن اشكال البيتزا، يعني في بيتزا بتتلف وفي بيتزا بتتفتح من نص، فهنعمل قبل رمضان ان شاء الله حلقه بس للبيتزا ان شاء الله. شكرا لك حبيبتي، يعطيك العافيه. وبالنسبه للسؤال الزعفران. تسلمي. اوكي، زعفران قالت جاوبت. زعفران. عنا كمان اتصال. محمد. الو. مرحبا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. معك محمد. اهلا محمد، كيفك؟ اختي غاده، انا دائما بعمل كيك وبطبخ في المطبخ انا. الحمد لله، يعني طبخاتي دائما انا باخذ منك يعني من كتابك اوقات، والحمد لله انا في البيت بطبخ. طيب كويس. يعني دائما كل جمعه بطلبوا مني انا اطبخه. يسلم ايدك. الله يخليكي. طب وبتتابعنا دائما؟ دائما بحكي لك، دائما بسجل منك يعني وقت ايش انا اذا كان مش نفس الكتاب، يعني اوقات في اشياء مش نفس الكتاب باخذ منك على الهواء. طيب كويس، الحمد لله اللي بتعجبك الوصفات يا محمد، وتابعنا دايما ان شاء الله. انا يعني ناوي اطلع زيك يعني شيف كده، عم بتعلم شوي شوي. يا وتطلع احسن كمان. الله يخليكي. يلا بالتوفيق ان شاء الله. بدك تشارك بالمسابقه يا محمد؟ الزعفران. خلاص اوكي، احنا هنحط السويسرال اللي بالشوكولاته، نحطه تحت. شيف خلينا نحط هدول بهاد عشان يبين اكثر للمشاهدين. يلا احطهم. لا اوكي اللي بيهم بس اجيب لك معلقه. تفضل. كمان اتصال. هويدا. الو. مرحبا. مرحبا، كيفك ماي؟ اهلا، شو اخبارك؟ تمام منيحه، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. انا ما بدي اشارك في المسابقه لاني شاركت قبل هيك وفاز. هلا بس بدي اسال طريقه الاولى، الفطر المحشي ما في الصوص في شلون العمل، فبدي يا ريت الوصفه طريقه ايه؟ وبدي امشي على غاده وبدي اسالها عن مطبخها. عن طريقه ايش بدك يا سيدي؟ اول شيء الوصفه الاولى. الوصفه الاولى الفطر المحشي المقادير، بنرجع بنعيد لك اياها. وبدي اسال عن ست غاده، هذيك اليوم شفت لها مقال ست غاده في لها مطبخ عامل مطبخ للستات، فانا بدي اسال عنه. طيب تراسلينا على الصفحه وانا هديكي كل هديكي التفاصيل كلها. مش سامعه. طيب لا اقول لك شيء، اذا بتقدري ترجعي على الكنترول روم هم بيعطوكي كل التفاصيل. خلاص حطينا حطينا الزبده. الزبده فين؟ في زبده بنحطها. الزبده فين؟ الزبده
ولا حطيناها؟ حطيناها ولا مش الزبده؟ المهم هي الزبده حطيناها. الزبده ال 100 جرام وال 12 كيري والسكر البودره والقشطه. اوكي احنا هنا عاملين بس نص عيار، بنحطهم مع بعض وبنخلطهم. وقسمتي قطع الكيك؟ قسمنا السويسرا. فدلوقتي حطينا تقريبا كل المكونات الا الحليب بالشوكولاته لسه، والكاكاو والبسكوت والخلاصه على الوش. كمان اتصال. الو 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 مرحبا، كيفك؟ مين معنا؟ محمد. محمد اهلا يا محمد، كيفك؟ الحمد لله. من عجلون كمان؟ نعم. بتحبي تشارك بالمسابقه؟ نعم. شو الجواب؟ زعفران. زعفران، شكرا لك. هاي محمد من اوكي عجلون. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط البسكوت، هنحطه في الشوكليت كمان اتصال. في الحليب. يلا انا هشتغل. يلا اشتغلي. ونحطه فوق السويسرول. الو هلو. الو 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 مرحبا. مرحبا، كيفك؟ منيحة، شو أخبارك؟ تمام. منورة والله يا مايس. شكرا. بقدر أشارك؟ تفضلي شاركي. الفانيلا والزعفران. الزعفران لينا معنا. يلا شكرا لاتصالك. يلا باي باي. خلاص هناخد نص الكميه، نص اللي فاضله، سوري نص الكميه اللي عملناها، وهنحطها على الوش هنا فوق البسكوت والسويسرول. اوكي معنا تقريبا 3 دقائق. خلاص احنا مخلصين اوريدي. خلصنا. وبعدين ناخد تاني طبقة تانية من البسكوت. اساعدك. مزين معنا. الو هلو، صباح الخير. يا مزين وحشتينا يا مزين. اخرتي علينا النهارده. انا لسه قبل شوي كنت وحشك. العافيه، شو اخبارك؟ خلاص يعافيك. والله عم بحاول من اول ما بلشت الفقره علق معي الخط اول شيء، بس ما حدا رد، وبعدين صار الخط مشغول مشغول، هلا لا علق معي مره ثانيه. يلا منيح اللي علق. المهم سمعنا صوتك. بالضبط، يعطيك العافيه. يسلم ايديك شو غاده، لانك كثير كثير مبينه زاكيه. يا رب يخليكي. شكرا. تسلمي تسلمي، منوره يا مي. شكرا حبيبتي، شكرا. الله يسلمك. شوف غادة، ممكن تعملي لنا هيك اطباق للاطفال؟ والله انا كثير حابه اعمل حلقه للاطفال، بس لان كثير عندي حاجات لذيذه وشكلها بيفتح النفس. والله يا ريت يا ريت. ان شاء الله. خلاص، وحابه اشترك بالمسابقه. يلا والزعفران. اوكي الزعفران. شكرا شكرا كثير، يعطيكم العافيه. اهلا. خلاص الكميه اللي فضلت حطيناها، حطينا عليها كاكاو علشان تغمق. اوكي، وتبقى بالشوكليت، وهي اللي هنحطها فوق الطبقه البيضاء. خلاص تجيبي لنا الجاهزه اللي في الثلاجه لو سمحتي. الكيكه الجاهزه، ما هي دي دلوقتي لازم تسقع عشان تتاكل. وبعدين بنحط على الوش شوكولاته مبشوره، اللي عايز يحط اي نوع شوكولاته ممكن يحط، ممكن الشوكولاته الكور، ممكن مبشوره، ممكن انواع معينه اي حد بيحبها بيقطعها وبيحطها. وهو ده بيبقى في الاخر شكلها. يلا اوكي، دي بعد ما برد شايفه انها طبقتين، طبقه غامقه وطبقه فاتحه. بصي الفاتحه دخلت مع الغامقه، السويسرول ده كتير شكلها كتير حلو، كتير لذيذه، وبرده من الاكلات السريعه زي ما طلبوا المشاهدين مننا، وطعمه. نشوف المشروم لو استوى. اوكي خلاص استوى. هو يعني تقريبا بيبقى مستوي، بس عايزين نسيح الجبنه. حتى ريحته طلعت. هو المشروم كده ليه ريحه، انا مش شامه لسه. جميله، بس
شكله وريحته حلوة. طب هتسحبي؟ يلا هلا احنا نسحب. يلا 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 سلم ايديكي. تسلمي. شهي هذا. ولسه بدوقيه كمان. هلا بندوقه. طيب خلينا نسحب. يلا 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 نشوف بس نورجي المشاهدين الأكلة. يلا بسم الله. بسم الله. فرح فرح فرح. مبروك يا فرح. مبروك فرح. واللي ما كسبش المرة دي إن شاء الله يكسب المرة الجاية طبعا. يلا ممكن تيجي تاخديها من هنا اي يوم خميس مش كده؟ ولا مش شرط اليوم؟ المعلومه انا مش متاكده منها فما راح احكي لها، بس يعني ان شاء الله بنحكي لها المره الجايه او بتقدر تحكي مع الكوتش. اي يوم او اي يوم, يوم ممكن تيجي. قبل الساعه 5. مبروك يا فرح. شيف يعطيك العافيه. يعافيكي. شكرا لك. اهلا اهلا. تسليتي معنا كثير اليوم. كثير تسليت. طيب خلاص. اكثر من المره الماضيه. ليه؟ كان في تليفونات برضو كثير المره اللي فاتت. كان في كثير تليفونات بس كانت اول مره. كان كثير حلو. طيب يلا نورتي. يلا يعطيك العافيه ودائما معاكي احنا بنتسلى اكيد. وانا كمان بتنور بيكم. شكرا لك. هيك بكون مشوارنا بدنيا يا دنيا انتهى. بنتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده. بنذكركم بفيسبوك دنيا يا دنيا، بتقدروا تراسلونا تبعتوا لنا اي اراء او اقتراحات، بالاضافه لانكم تقدروا تشوفوا الفقرات اللي حضرتوها خلال البرنامج على youtube.com/رؤية TV، ايضا ويب سايت البرنامج عم بتشوفوه على الشاشه، واخيرا ايميل دنيا يا دنيا. زي ما قلنا لكم اذا عندكم اي استفسارات او اقتراحات ممكن تبعتوا لنا ل ايميل دنيا يا دنيا. فريق برنامج دنيا يا دنيا بيرحب فيكم، بتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده. باي باي.